أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لما جاء ذكر المهدي قلتم عليه السلام، فهل يعتبر بمنزلة النبي أم أن هذا للتكريم فقط؟ يجوز أن يسلم على غير الأنبياء، يقال يصلى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. يجوز الصلاة على غير الأنبياء والسلام على غير الأنبياء، لكن ما يداوم على ذلك، ما يداوم على ذلك كما يداوم عليه مع الأنبياء، إنما إذا قيل بعض الأحيان فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.